التعامل معها مع حالات الرضوض الحادة بعد الضرب بالدبسيات على مناطق الجلد والعضلات يهدف إلى عمل تمزقات داخلية، ويحدث تمزقات داخلية بدون ما يحدث كسور، فهاي الرضوض حتكون مؤلمة بشكل كبير، بس لغاية نصف ساعة من بداية الضرب حنكون مخدرين بفعل المورفين المفرز داخليا، وهذا ضد الآلام. بعد النصف ساعة بنبلش نشعر في آلام حادة، التعامل معها يجب أن يكون بالمياه الباردة فقط، توضع بالظرف أو التلج وتلتف بالبشكير وتنحط العضو المصاب لمدة ربع ساعة فقط، وبعدها إزالة الثلج وإراحة اليد، وبعد كمان نص ساعة وضع الثلج لمدة 3 أيام. حبايبي، للتعامل مع غازات المسيل للدموع التي تؤدي إلى عمل حالة شلل وحالة ضيق من النفس وحالة وجع راس بحيث يعمل شل، هذه غازات سامة. يجب التعامل معها بعدم وضع المياه على الوجه أو غسل اليدين، وبالمقابل عمل كمامات من البصل والزعتر والنعنع والليمون. هذه الكمادات تكون موجودة، وفقط وضعها على الأنف والفم والاستنشاق من خلال هذه الكمامة. هذا سيعمل على تخفيف هذه الأعراض، هذا سيعمل على توسيع في الجهاز التنفسي وعدم إدخال هذه الغازات السامة إلى رئتينا لنستنشقها، وهذا يؤدي إلى كل هذه هاي هي منطقة العزعوز اللي هي آخر العمود الفقري قبل فتحة الشرج بسنتيمتر واحد. هذه المنطقة أثناء الجلوس بيكون الضغط عليها أكثر شيء، ومن هنا بدنا نحركها. أول شيء بدنا نخفف من الجلوس بما لا يزيد عن 20 دقيقة، ونقعد على رود زي هيك نبقى عاملينه من الأعشاب، ونوضع الكعدة عليه بحيث يكون الضغط قليل جدا على منطقة العزعوز. وبدنا نعمل هاي التمارين باستمرار لإعادة اصطفاف الفقرات واصطفاف الحوض وتخفيف الضغط على العصب وتخفيف الضغط على المفاصل هذه بإرخاء العضلات الأمامية. هاي الحركات المفروض تتكرر كل 20 دقيقة، وإحنا قاعدين نوقف ونسوي الحركات البسيطة هذه اللي هدفها فقط عملية تريين وإعادة اصطفاف، وهذا